خطيره جدا الهجمه، هجمه سريعه مرتده، ادي محمد شوقي غريب عرضيه، محمد فاروق ممكن الاول، ممكن الاول، الهدف الاول، الهدف الاول محمد فاروق. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا رؤى، وهو ده الهدف الاول لنادي المقاولين العرب في الدقيقه الاولى من زمن الشوط الثاني. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، وهو ده الهدف الخامس للاعب المقاولين العرب المميز محمد فاروق. أربع أهداف سابقة لمحمد فاروق، هدف في الرجاء في الأسبوع الأول من ركلة جزاء، هدف في النصر في الأسبوع الرابع، هدفين في الإنتاج الحربي في الأسبوع السابع، وهدف الخامس هذا اللقاء محمد فاروق في الدقيقة الأولى من الوقت وزمن الشوط الثاني.